من جانبها أكدت النقيب شيرين بوكمال القائم بأعمال مكتب مساعدات العلاج وشؤون المصابين في وزارة الداخلية أن قيم التضحية والشهادة في سبيل الوطن هي قيم مغروسة لدى كل بحريني. طبعا الانتماء للوطن هو حب وإخلاص وفداء وتضحية، فالوطن هو العزة والشرف والدفاع عنه كالدفاع عن الذات والروح، والتضحية لتلبية نداء الوطن وتقديم الأنفس من أجل أمنه واستقراره لتبقى راية مملكة البحرين عالية رمزا للعزة والقوة والشموخ. الوطن قدم لنا العديد من المميزات والخدمات والإنجازات اللي كان لها الأثر في رفعة المواطن البحريني وتوفير كافة متطلبات العيش الكريم، فبذلك فإن دماءنا هو أقل ما يمكن أن نقدمه دفاعا عن هذا الوطن، لذا يجب علينا أن نحميه وندافع عنه ونكون دائما على أتم الاستعداد للتضحية من أجله ونفديه بأرواحنا ودماءنا في أي وقت، وأن قيم التضحية والشهادة في سبيل الوطن هي قيم مغروسة لدى كل بحريني عاش وتربى على تراب هذا الوطن.